انتي مين اللي قالك ان انتي حامل؟ شلون يعني دكتورة من اللي قال اني حامل؟ انا حامل. ولا عمرك كنت حامل. شو تقولين؟ لا طبعا انا حامل، انا سويت كل التحاليل. والسونار؟ ايه سويت كل التحاليل والسونار. بصي يا اختي شهد، يا اما الدكتور اللي انتي رحتي له مش فاهم اي حاجه، يا اما في غلط في التحاليل. شنو؟ ليش ما تكونين انت اللي غلطانه؟ ليش ما يكون الغلط من عندك انت؟ اهدي يا اختي شهد. شنو اهدى؟ ايش هالخربط اللي قاعده تقولينها؟ يمكن الجهاز اللي عندك خربان او انت عندك مشكله. دكتوره انا حامل. حامل وبولد بعد. انت بنتي فاهمه شيء؟ اعراض الحمل والنسات كلها بينت علي، شلون ماني حامل؟ انت عاوزه تقنعي نفسك بالكلام دوت، لكن الحقيقه اللي قدامي ان انت مش حامل، انا اسفه. يا دكتوره انا حامل. انا حامل. انت اللي غلطانه.